قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. هي حرب عالمية تهدف من تدمير سوريا لإعادة رسم الخريطة العالمية وتقسيم روسيا، وإلى حرب أهلية في الصين. هذا ما كشفته وثائق ويكيليكس المسربة من المخابرات الأمريكية وخارجية الولايات المتحدة عن كل تفاصيل المؤامرة على سوريا والتخطيط لها. هذه الوثائق أوردت طرق تنظيم جواسيس في سوريا عن طريق شركة جوجل القسم المختص بالخرائط خلال مؤتمر في زيورخ بسويسرا بتاريخ عام 2010، وتم البدء في تنظيم ذلك في 26 من آذار مارس عام 2009 بتمويل من المخابرات الأمريكية كما تقول هذه الوثائق. وعمل شباب على تحديد مناطق أنسب للاعتصامات والمظاهرات ومواقع عسكرية لسهولة السيطرة عليها. وكان عمل الجواسيس أيضا يعتمد على وضع الإحداثيات الدقيقة لمكاتب ضباط المخابرات ليتم التجسس على الاتصالات عن طريق الأقمار الصناعية. وأشارت الوثائق إلى أنه حتى الآن ما زال هناك جواسيس يقبضون رواتبهم، ومنهم من هو لا يزال في دمشق. وأهم ما وضعته هذه الصور الفضائية مخطط وضع لسلسلة تفجيرات تستهدف دمشق عام 2010. الوثائق قالت إن المخطط لغزو سوريا بدأ عام 2001، حيث دأبت الإدارة الأمريكية على توظيف شباب سوريين في السفارة والقنصليات برواتب عالية جداً. وأوردت وثائق ويكيليكس أيضاً معلومات عن تحرك للغواصة الأمريكية فيلادلفيا USS SSN 690 بالثاني من آب أغسطس بنفس يوم اغتيال العميد محمد سليمان، الذي قالت إنه كان من المخططين لحرب لبنان بالتعاون مع عماد مغنية. وبعدها تقول وثائق ويكيليكس انتقلت الغواصة الأمريكية إلى السواحل التركية بتعاون كامل مع المخابرات التركية والإسرائيلية. وبخصوص منطقة عرسال في لبنان، أكدت وثائق ويكيليكس أنها أهم مكان في الحرب على سوريا، وفيها مخازن للأسلحة كان يعد لها منذ عام 2008. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.